السلام عليكم. اليوم موضوع محاضرتنا Pulp Cavities and Occlusion. Pulp Cavity الدنتال Pulp هو Soft Tissue الموجود داخل التوث، هو جزء Soft Tissue الموجود ضمن أجزاء التوث. Pulp هذا يكون داخل Cavity أو Space داخل Center للتوث نفسه. هذا الجزء اللي هو Pulp ينقسم إلى Pulp Chamber اللي يكون جزء Crown، والجزء الآخر يكون داخل الروت اللي اسمه pulp canal root canal اللي هو نفسه root canal. شكل البلب هذا يأخذ شكل التوث نفسه، لذلك يتبع الاكسترنال outline للتوث. شكل البلب chamber راح يكون يشبه شكل الكراون، بينما شكل البلب canal يأخذ شكل الروت. هنا بالصورة راح يبين ان pulp chamber والبلب canal أو الروت canal اللي هو بالجذر. السايز مال pulp cavity يعتمد على الايج، depends on age of tooth and history of trauma. يعني كل ما يكون عمر التوث كبير او عمر الشخص هو كبير والتوث ايضا حيكون عمره كبير، راح يكون small size البلب يصغر حجمه. ايضا في حالة تعرض التوث الى ضربة او تروما او اي شيء يتعرض الى تروما راح يصغر البلب، ما راح يكون بشكله الطبيعي اللي هو باليونج توث. هذا هو شكل الطبيعي وحجمه الطبيعي، لكن كل ما يتعرض إلى عمر أكبر راح يكون حجمه أصغر. نهاية الروت، نهاية الروت أبكس أكو opening فتحة اللي راح يدخل منها النيوروفاسكولار باندل العصب اللي يغذي البلب. العصب هذا هو نفسه اللي حيغذي التوث نيوروفاسكولار باندل، وراح تكون هذه الفتحة اسمها الأبيكال فورامن. الصورة اللي على يسار بها الأبيكال فورامن مكانها. الأبيكال فورامن هي الأوبنينج الموجودة بالنهاية الروت أفكس اللي راح يدخل من خلالها النيوروفاسكولار باندل العصب اللي يغذي السن. بالجزء العلوي للبلب بالبلب تشامبر عندنا البلب هورن. بلب هورنز هي البروجكشنز اللي هي النتوءات الموجودة بالبلب بالروف أوف بلب تشامبر، يعني بسقف البلب تشامبر. بأعلى مستوى البلب تشامبر أكو البروجكشنز، هذه اسمها بلب هورنز. البلب هورنز هذه تاخذ شكل الكاسب او اللوب للكراون، شكلها يشبه الميجر كاسب للتوث او اللوبس اوف كراون. ايضا البلب هورنز هنا بالصوره متاشره هي البروجكشن الموجوده بالروف اوف بلب تشامبر. راح ناخذ البلب كافيتيز لكل التيث، نبدي بالماكسيلري تيث وراها الماندبيولر تيث. بالنسبه للماكسيلري سنترال انسايزر البلب تشامبر يكون very narrow labiolingually، labiolingually narrow لكنه wide mesiodistally. البلب تشامبر يكون wide mesiodistally and narrow labiolingually. إذا نأخذ مقطع عرضي cross section للبلب تشامبر يكون triangular in shape، شكله مثلث الشكل بالoutline. البيز لهذا التريانجل يكون باتجاه labial aspect. الصورة بالمقطع العرضي يبين إنه cross section يكون للبلب تشامبر triangular والبيز تكون باتجاه labial aspect. بالنسبة للmaxillary lateral incisor البلب chamber يشبه المaxillary central incisor بالcross section يكون أما triangular أو oval rounded. هنا الcross section يكون oval بيضوي الشكل أو دائري، إذا يشبه المaxillary central incisor، وبالcross section يكون round or oval. بالنسبة للmaxillary canine الماكسيلاري كناين البلب تشامبر يكون narrower mesiodistally than labiolingually، narrower mesiodistally than labiolingually. بالcross section راح يكون البلب space oval. الصورة للأسفل الcross section للبلب يكون شكله بيضاوي الشكل. ماكسيلاري first premolar، ماكسيلاري first premolar يكون معظمه two canals قناتين، ولكن بعض الأحيان يكون كنال وحدة. هنا اللي بصورة هو عدة قناتين جذر، واللي بداخل هذا باللون الأحمر هو البلب اللي هو العصب، عصب السن. البلب تشامبر يكون بالكروس سكشن هنا كدني شيء، كدني يشبه الكلية، شكله يشبه الكلية، كدني شيء بالكروس سكشن ويكون تو كنالز. ماكسيلاري سكند بريمولر
one canal. Usually يكون one canal, but maybe two canal, may have two canal also. Pulp chamber بالcross section يكون oval, بيضوي الشكل بالcross section. Maxillary first molar. Maxillary first molar, three canals. And the three canals or maybe four canals. الصورة توضح three والأخرى four canals. يمتلك three or four canals. Mesiobuccal, distobuccal ووحدة palatal. إذن هي correspond للروت نفسه. لكن maybe تكون four canals. الكروس سكشن يكون rhomboidal. الكروس سكشن للpulp chamber يكون شكله معيني. Rhomboidal بالcross section. Maxillary second molar, three canals. It has three canals, mesiobuccal, distobuccal, and palatal. Pulp chamber يكون يشبه المaxillary first molar, لكن chamber يكون smaller بالmesiodistal section. Only يكون smaller. يشبه المaxillary first molar, لكن يكون smaller بالmesiodistal section. Pulp cavities of mandibular teeth. Mandibular teeth. نبدي mandibular central incisor. It has one canal, but may have two canal. يعني هو جذر واحد عنده. Mandibular central incisor one root, but it have may have two canals. قد يكون عنده قناتين بنفس الجذر. Or maybe usually اللي هو one canal. هنا أنا بالصورة one canal. Pulp cavity narrow mesiodistally and wide labiolingually. Narrow mesiodistally and wide labiolingually. In a cross section, pulp chamber could be round, oval, or elliptical. Elliptical يعني بيضاوي. أيضا بيضاوي الشكل. فأما يكون دائري أو بيضاوي بالcross section. Mandibular lateral incisor similar to mandibular central but larger in size. Could be one canal or two canal. بالنسبة للمانديبولار كناين، the pulp cavity similar to size and shape to that of maxillary canine. يشبه المaxillary canine، لكنه يكون little shorter. Little shorter. In cross section it is oval in shape. The pulp يكون oval بيضوي بالcross section. Mandibular first premolar. Mandibular first premolar mostly has one canal. But could be two canals possible also. الصورة أول وحدة اللي فوق هي إنه one canal. لكن الثلاثة الجوة عدها two canals. Two canals بس بأشكال مختلفة. البالب هورن هنا للبكال كاسب لأنه يكون ارتفاعه عالي. البكال كاسب راح تكون البالب هورن إلى prominent واضحة. بينما اللينجوال كاسب يكون small. يكون small or completely absent. هذا البالب هورن. البالب هورن البكال كاس بتكون prominent بس للينجوال كاس بتكون أما small أو completely absent تماما مفقودة لأنه اللينجوال كاس ارتفاعه أقل بهواية من البكال كاس. الكروس سكشن ما تكون round or elliptical يا أما دائري أو بيضوي. الكروس سكشن. Mandibular second premolar mostly has one canal. Mostly one canal. البالب هورن most more prominent than the first premolar. هنا البالب هورن أوضح من الفيرست بريمولر. للكروس سكشن إلي يكون rectangular مستطيل أو oval بيضوي. أيضا للكروس سكشن. هنا هاي صور للكروس سكشن. Mandibular first molar. Mandibular first molar tooth usually has three canals. Three canals. يا أما three canals or four canals. Three canals. The medial root يكون has two canal with distal تكون one large canal. The medial تكون two canal بيها. The medial side يكون be two canals with distal one canal. لا one large. Sometimes has a distal two small canals. فحصير أربعة بهيج حالة. أما يكون two canal medially one distal أو يكون distal two فحصير أربع قنوات. بالكروس سكشن يكون quadrilateral يكون رباعي شكل. بالكروس سكشن. Mandibular second molar
similar to that of mandibular first molar. يشبه أيضا أما يكون 3 canals or 4 canals. نأتي الموضوع الجديد اللي هو الأوكلوجن. موضوع آخر، الأوكلوجن هو عملية إطباق contact relationship between maxillary and mandibular teeth during function. يعني هي الكونتاكت بين الأبر واللور تيث، حالة الإطباق أثناء الكلام أثناء المضغ الطعام، فهي عملية الإطباق، الإطباق بين الأسنان بالفك العلوي وبين الأسنان بالفك السفلي. لأنه الأرش للمكزلة يكون larger than the mandible، فالمكزلري تيث حتكون overhang للمندبيلر تيث، يعني متقدمة. المكزلري تيث حتكون متقدمة على الأسنان الفك السفلي. لما تكون التيث بحالة centric occlusion اللي هي الإطباق الكلي بحالة maximum intercuspation، الإطباق بحالة إطباق تام maximum intercuspation اللي هو بالcentric occlusion، حالة إطباق تام بين المكزيلري والمانديبولر تيث اسمها position of maximum intercuspation. فبالmaximum intercuspation اللي يكون منطقة الميزيولينجوال كاسب للمكزيلري مولر، حالة إطباق مع central fossa of mandibular molar. هذه الصورة هي للnormal occlusion maximum intercuspation اللي على اليمين، تكون بحالة إطباق تام بين المكزيلري والmandibular teeth، المكزيلة تكون متقدمة على الماندبل. والصورة الأخرى هي المولرز، الإطباق بين المولرز اللي لما يكون الميزيولينجوال كاسب of upper molar ويا central fossa of mandibular molar، فهذه اللي يكون بها الماكسيمم انتركاسبيشن. الصوره للبكال اسبيكت والميزيال اسبيكت لنفس التوث اللي هو الابر فيرست مولر واللور فيرست مولر، لما يكون الميزيولينجوال كاسب حاله اطباق مع السنترال فوسا اوف لور فيرست مولر، هذه هي تسمى منطقه الماكسيمم انتركاسبيشن، حاله اطباق تام. فهذه منطقته اللي الماكسيمم انتركاسبيشن راح تكون السنتريك اوكلوجن. Centric occlusion. Occlusion with deciduous teeth. هذه الصور للdeciduous teeth. شلون تكون الأوكلوجن بالdeciduous teeth؟ الأوكلوجن يصير بالdeciduous teeth لما كل tooth من الdeciduous teeth يكون بحالة إطباق مع two teeth بالopposing jaw. كل tooth يكون بحالة إطباق مع two teeth بالopposing بالفك المقابل إليه، ما عدا المانديبولر سنترال انسايزر والمكزيلري سكند مولر. هذه التو تيث هاي حتكون اطباق مع سن واحد بالفك المقابل اله. نشوف بصوره المانديبولر سنترال انسايزر بحاله اطباق فقط مع المكزيلري سنترال، والمكزيلري سكند مولر ايضا بحاله اطباق مع المانديبولر سكند مولر. ما عدا هاي الاكسبشن بقيه الاسنان اي سن راح يكون باطباق مع تو تيث بالاوبوزينج جو. الأوكلوجن بالبرمننت تيث أيضا كل توث راح يقابله تو تيث بالأوبوزينج، ما عدا المانديبولر انسايزرز والمكزيلري ثيرد مولر. هنا بالصورة بالأسهم هنا مانديبولر انسايزر بحالة إطباق كل واحد منها مع الأبر سنترال، المكزيلري ثيرد مولر أيضا راح يكون بإطباق مع المانديبولر ثيرد مولر أونلي. إذا هذه الأكسبشن ما عداها كل توث راح يكون بحالة إطباق مع تو تيث بالأوبوزينج جو، الأنتاغونست تيث يعني هي الأسنان المقابلة إله. المقابلة إلى بالفك الآخر. لهنا تنتهي محاضرتنا.